أهلا بيكم في قراءة أخطر كارت. هنعمل دلوقتي أخطر كارت عن كارما الشريك أو الحبيب الظالم. أيا كان بقى نوع الظلم اللي الشريك ده تعرض لك بيه، أهانك، تركك، أو خانك، أو أيا كان إيه نوع الظلم، هنشوف إيه اللي بيحصل في حياة الشخص ده دلوقتي، وإيه نوع الكارما اللي حصلت له أو هتحصل له إن شاء الله. إحنا معانا 3 اختيارات. أول اختيار الشمعة الموف، تاني اختيار الأسورة الفيروزي، تالت اختيار الشمعة الخضراء. هسيب لكم برضو حروف في أول تعليق، هتكون حروف الشريك ده اللي انتوا هتحطوا نيتكم عليه. أنا هستخدم كروت واحدة، فهوزع دلوقتي الكروت وتقدروا انكم تختاروا. أنا طبعا يعني ما بفضلش الاختيار بالأحرف قوي، بفضل الاختيار يعني بالأحجار أو بالشيء اللي تحسوا طاقتكم مشدودة ليه، يعني بفضل الاختيار بالطريقة دي أفضل. كتير ناس برضو بتكون محتارة مثلا ما بين حرف معين أو مجموعة معينة، بيقولوا لي مثلا الحرف هنا بس أنا حسيت الحجر ده أو حسيت اللون ده، تقدروا تختاروا الاتنين عادي، مفيش مشكلة في ده، وتشوفوا أنه اللي انطبق عليكم أكتر، أو يجوز يكون ليكم رسالة صغيرة في كل مجموعة والاتنين ينفعوا، فعادي جدا يعني. فخليني أوزع الكروت ونشوف. خلينا نبدأ بالاختيار الأول، الناس اللي اختارت الشمعة الموف. خلينا نشوف. ده انتم من أولها كارت الطاقة بتاعكم التين اوف سورد، 10 سيوف، فأكيد تعرضتم لغدر ولخيانة بشكل كبير. ده انتم خدتوا 10 سيوف كلها، معناها ان انتم اديتوا فرص كتير، ان انتم سامحتوا كتير، ان انتم استحملتوا كتير، فتقريبا مفيش فرصة ما اديتوهاش للشخص ده، واستحملتوا فوق طاقتكم كمان يعني، وده غدر بيكم بال10 سيوف. هنا بيقول لك امان ليك ان انت تحب، وحب نفسك اولا. فعلا انت فضلت الشخص ده عن نفسك بشكل كبير. تمام. اوكي. الشخص ده في الماضي كان بيتعامل معاك ازاي؟ كان الشخص ده معاك اون واوف، كانت العلاقة دي اون واوف، كان بيغيب وبيرجع، يعلقك بيه، يخليك دايما مشتاق له، تفضل دايما وحشه ومفتقده، يمكن كان كمان بخيل معاك في الفلوس بشكل كبير، يمكن كنت انت اللي بتديله هدايا، هو ما كانش مثلا بيجيب لك وياريتها على قد الهدايا وبس، يمكن المتزوجين منكم ما كانش الشخص ده بيدي لك حقوقك المادية، او ما كانش بيصرف، فبشوفه كان بخيل ماديا كمان، مش قصة بخيل مشاعر وبس، كان بخيل معاك بشكل كبير، ويمكن انت ليك فلوس عند الشخص ده، يمكن هو ضحك عليك كمان في فلوس، مش قصة بخيل وبس يعني، فكان بيتعامل معاك بطريقة مهينة. عذرا انا فصلت الفيديو، جات لي مكالمة مهمة كان لازم ان انا ارد عليها. المهم خلينا في موضوعنا. زي ما قلت لك الشخص ده كان بيتعامل معاك بطريقة مش كويسة تماما، وعلى الأغلب كان قاصد كل ده. حاليا الكارما ده هو مش حصل له كارما، ده حصل له صواعق كارمية، شايف حياته كلها بتطور، اتشقلبت رأسا على عقب بالبرج المنهار، تقريبا انهار عنده كل شيء. شايف ده هو كمان في طاقة الـ9 سيوف، يعني إن كنت انت في طاقة الـ10 سيوف يجوز انت سابقه بمرحلة ماشي، لكن هو كمان في طاقة الـ9 سيوف. الشخص ده ما بينامش، في سهام جات له برضو من كل ناحية، وصواعق كارمية حصلت له،
ففي حاجات كتير اتدمرت في حياته، يمكن خسر شغل، خسر علاقات أيضا، في ناس ضحكوا عليه بنفس الطريقة اللي ضحك عليك بيها. في يعني الشخص ده عارف قيمتك دلوقتي، عارف كمان هو حاسس بعدم التوازن بدونك، وبيتمنى لقائك حاليا، بيتمنى لقائك حاليا، ومعرفش ليه. على الرغم من ان انت واخد طاقة العشرة سيوف، عندي احساس انه لو جالك انت هتسامحه وتديله فرصة، وكمان انا شايفه انه هو واثق من ده، وواثق انه لما يرجع لك انت ايضا هتديله الفرصة دي. فهو في صواعق كتير كرمية حصلت له، وفعلا هو محتاجك في الوقت ده وبيدور عليك. عشان كده طلع لنا هنا، حب نفسك اولا، وما تضحيش علشانه، او ما تبذلش مجهود علشان ترضيه، حتى لو ده كان هيسبب لك سعادة برضو. طيب خليني اخد لك طيب كارت للنصيحة، اشوف انت تتعامل معاه ازاي، يعني لان انا شايف ان هو محتاجك وعايز يتكلم معاك. هو بيقول لك انه لو طلب منك المساعدة ساعده، لو طلب منك فلوس اديله، لكن ده مش معناه ان انت ترجع العلاقة. تقدر ان انت تسامحه، تقدر ان انت تساعده لو هو محتاجك، لكن السماح حاجة وارجاع العلاقة حاجة تانية، وكون ان هو قصدني في خدمة وانا ساعدته فيها دي حاجة تانية. فحاول تتعامل معاه بالطريقة دي، ما ترفضش مساعدته، ما ترفضش خدمته، يعني ده للكروت بتنصحك بيه، خليك كريم معاه. مش معنى ان انت احتجتني وكلمتني ان خلاص كده انا نسيت اللي فات، ان انا نسيت الاذى، لكن لو طلبت مني مساعدة انا هساعدك، ده في حد ذاته قوة يعني، فهمتني؟ فممكن تتعامل معاه بهذا المبدأ يعني، فهمت الفكرة؟ خليني برضو اخد لك نصيحة من الانجل انسر. في هنا برج الجوزاء، برج العقرب، برج الدلو، والسرطان. العقرب تاني، هو والجوزاء متكررين معانا. الطاقات هوائية كتير جدا، وترابية ومائية، مفيش نارية، مفيش أبراج نارية، بس برضو مش شرط يعني. هنا بيقول لك ان الموقف هيتحسن. انا بشوف ان الكارما لصالحك، وكل شيء شغال لصالحك، سواء انت كنت عارف بالصواعق الكارمية اللي حصلت في حياته دي او لا، لكن الشخص ده محتاجك جدا ومحتاج مساعدتك. انت مالكش علاقة بيه، بس لو طلب منك المساعدة بننصحك ان انت تساعده، يعني لو احتاجك وجه هو لطلب المساعدة، ما تحاولش ان انت تعرض خدماتك، يعني هو من نفسه هيجي ويطلب مساعدتك. اللي منكم حابب قراءة خاصة هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف، ابعتوا على الواتساب. دي كانت قراءتكم المجموعة الأولى، الناس اللي اختارت الشمعة الموف. اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات، وخلينا نروح للاختيار اللي بعد كده، الناس اللي اختارت الأسورة الفيروزي. خلينا نشوف طاقتكم الناين اوف واند. انتوا عندكم مشاعر حزن على هذا الشخص، وشايفين ان هو فرصة ضائعة، حتى لو كان اذاكم انتوا مش عايزين تفرطوا فيه، ومش عايزين ان انتوا تستغنوا عنه. هنا بيقولك ديسبشن، في شخص ما كان لابس ماسك في العلاقة دي، وكان شخص مخادع، شخص منكم ما كانش بيتعامل بشخصيته الحقيقية. هنا بيقولك انت تستحق الحب، وأنت شخص محبوب. ممكن تكون دي كانت كارميك سولميت، كارميك سولميت لكتير منكم على فكرة، أنا بشوفها كده يعني، أو اللي أنا حاسه قبل ما نبتدي القراءة إن دي كارميك سولميت. أنت والشخص ده في الماضي كنتوا كابلز هايل، كان في ما بينكم انسجام قوي في العلاقة، كنتوا قادرين تفهموا بعض من غير ما تتكلموا. يمكن انت حاسس ان ده افضل شخص انت قابلته على الاطلاق، وما قابلتش زيه ومش هتقابل زيه. شايف ان هو كان شخص فاهمك قوي، وعارف احتياجاتك، وعارف انت عايز ايه، وكان في ما بينكم تفاهم كبير، وكان في ما بينكم انسجام قوي. حتى لما كنتوا بتزعلوا كنتوا عارفين مداخل بعض، وكنتوا عارفين ازاي تتصالحوا،
كنت حاسس ان انت معاه في علاقة متوازنة، لكن على الأغلب تم التباعد ما بينك وما بين الشخص ده بسبب شيء يخص العند، أو تم التباعد بدون أي مقدمات، خلاف بسيط مثلا حصل ما بينكم، الشخص ده سابك فأنت حسيت أنه بعد كل الانسجام ده هو تخلى عنك بسهولة، سابك بسهولة وبدون أي مقدمات وبدون سابق إنذار. فبرضو على الأغلب هو كان بيضيع وقتك، وهو ده الماسك او الديسبشن اللي كان في العلاقة دي، ان هو مش توأم روحك زي ما انت كنت شايف انه مش الشخص الانسب ليك واللي بيحقق لك التوازن زي ما انت كنت شايف. كان في ماسك، كل ده كان فيك، بالنسبة لك هو ده متطلباتك وهو ده احتياجك وهو ده اللي انت بتدور عليه، لكن ده ماسك، يعني مش هي دي شخصيته الحقيقية، مش هو ده الشخص الحقيقي. هو كان لابس ماسك احتياجاتك علشان بس يبسطك يومين تلاتة وخلاص، او ياخد منك غرض وخلاص ايا كان ايه غرضه يعني، لكن مش دي شخصيته الحقيقية، ده كان ماسك. الكارما اللي حصلت للشخص ده انه داء من نفس الكاس اللي شربه لك، انت على الاغلب اكتشفت او شفت بعينك ان هو مع حد تاني، او شفته بيتكلم مع حد تاني، انت شكلك بتراقبه بشكل كبير وشفت خيانته بعينيك وتأكدت منها، ويمكن اكتر من خيانة كمان. هذا الشخص داء من نفس الكاس، داء من نفس الكاس، والشخص ده على الاغلب هو مش في علاقة مستقرة، يعني هو مش في علاقة مستقرة ومش هدفه اصلا العلاقات المستقرة، علشان برضو انت تكون عارف المعلومة دي، هو مش هدفه زواج ومش هدفه علاقات مستقرة، بس على الأغلب حصل له شيء اضطره للزواج، واضطره كمان ان هو ينفق فلوس. يعني يجوز لبعضكم مثلا حصل علاقة ما بين الشخص ده وامرأة ما مثلا، وحصل حمل فاضطر انه يتزوج، بس هو مش هدفه الزواج. فبصراحة ده الشيء الوحيد اللي اقدر اشوفه هنا ككارما حصلت له. كمان بشوفه خسر فلوس كتير جدا، يعني يمكن اضطر انه يدفع تعويض مادي او مبلغ مادي كبير جدا كمان. فانا بشوف ان دي الكارما اللي ممكن تكون حصلت للشخص ده في الفترة دي. خليني طيب اخد لكم كارت من الانجل انسر. هنا برج الحمل، برج الميزان، برج العذراء، برج الدلو كتير، هو والميزان متكرر معنا، بس الدلو هنا اكتر حاجة، طاقات نارية ومائية وترابية وفي هوائية، كل الطاقات موجودة هنا. هنا بيقول لك مفيش داعي ان انت تقلق وخليك ايجابي، فانت منتظر يمكن عودة الشخص ده لانك شايفه فرصة، لكن الرسالة اللي ليك انه الشخصية اللي انت شايفها مش هي شخصية الشخص ده الحقيقية، كل ده كان ماسك. في حاجات كتير انت مش عارفها عن الشخص ده، منها مثلا انه كان متزوج وخبى عنك، انه كمان مش هدفه الزواج. بشوف كمان انه في فخ حصل له اضطر انه يتزوج او يصرف فلوس كتير علشان ثبوت نسب او اشياء من هذا القبيل، يعني ده واضح معايا هنا. فالكروت بتقولك انت تستحق شخص افضل، يعني ده اللي انت محتاج تعرفه. كمان بشوف لبعضكم ان الشخص ده اضطر ان هو يغير بيته او يسيب البيت اللي هو فيه ويهرب في مكان ما. انا بشوف ان في قضايا عنده مع امرأة اخرى تخص ثبوت نسب او تخص نفقات، يعني هو لازم يدفعها، ده واضح هنا بشكل كبير. يعني لو عجبتكم القراءة دي وحابين قراءة خاصة وحابين تكملوها وتعرفوا أكتر، تقدروا تتواصلوا على السوشيال ميديا، هتلاقوا الواتساب في صندوق الوصف ابعتوا عليه. ده كان بالنسبة لكم المجموعة التانية، اكتبوا لنا بقى رأيكم وقصتكم في التعليقات وحطوا لنا لايك وشير. وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده، الناس اللي اختارت الشمعة الخضراء. خلينا نشوف الايس اوف سورد،
Even of the mind. This could be the one. Okay. ده الشخص ده نادم أشد الندم، يعني نادم ندم عمره كمان على اللي عمله معاك. الشخص ده هو يعني قطع معاك على فجأة وأخد قرار صارم بدون سابق إنذار. الشخص ده في الماضي كان شخص بخيل مشاعر معاك، انت كنت بتحس ان هو بيحبك وكنت بتشوف ده في عينيه، لكنه ما كانش بيعبر لك عن هذا الحب لا بالكلام ولا بالأفعال، انت كنت بتحس ده بس في عينيه. كنت بتحس برضو ان هو بينقطك بالحب. يمكن لأغلبكم الشخص ده اصلا في بلد تانية غير البلد اللي انتوا فيها، كنت بتتحايل عليه مثلا علشان تطلب مقابلته او علشان تشوفه، وكان بيشوفك بالقطارة بيكلمك بالقطارة. يمكن انت كنت شاكك او متأكد ان في شخص اخر في حياته او في علاقة تانية، وكنت حاسس دايما ان انت محطوط في موضع مقارنة بينك وما بين حد تاني، فكنت حاسس بعدم الامان مع الشخص ده لانه ما كانش متاح في حياتك طول الوقت، ما كانش بيعبر لك عن حبه باي طريقة، كنت حاسس ان انت بتشحت منه الاهتمام وانه ما كانش بيبادلك نفس مقدار الحب. الشخص ده حاليا مش موجود في اي علاقة تماما، حتى لو كان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني مفيش اي حد تاني في حياته، وده من نفس الكاز بتاعك وندمان على الطريقة اللي تعامل بيها معاك وبيفتكر كلامكم مع بعض. قاعد وحاطط ايده على دماغه وبيعيد شريط الذكريات ونادم عليك أشد الندم، ندمان على القرار والقطيعة اللي أخدها معاك، وشايف أنه أخذ قرار متسرع كان هدفه أنه هو يغيظك، لكن اكتشف أنه هو بيغيظ نفسه. فأنا زي ما بقولك هو بيضرب نفسه 1,700,000 ألم على الطريقة اللي اتعامل بيها معاك. عنده ندم شديد على هذا الأسلوب اللي كان بيتعامل بيه معاك. يجوز انت نجحت بعد الانفصال ده، قدرت ان انت تحقق انجاز كبير. هو كان مفكر مثلا ان انت هتبكي عليه، ان انت هتحزن عليه، هتفضل تجري وراه، انت ما عملتش ده تماما. على الرغم من شعورك ان الشخص ده كان شخص مميز في حياتك، لكن انت كنت فاهم، فبدل ما تجري وراه لا، انت اشتغلت على نفسك، قدرت ان انت تحقق انجازات في حياتك، تغير وتطور من نفسك وتوصل لانجاز كبير. الشخص ده لاحظ ده ودهش من الانجاز اللي انت حققته، وشاف ان انت ركزت طاقتك على نفسك مش عليه، وقدرت ان انت تطور من ذاتك وتحقق انجازات كتير ما قدرتش ان انت تحقق الانجازات دي وانت معاه. فغير ان هو لاحظ ان انت ما جريتش وراه، هو لاحظ كمان ان قد ايه انت تطورت في حياتك، لاحظ كمان انه مش انت بس اللي سبته، ان كل الاشخاص اللي كانوا حواليه سابوه، وان هو دلوقتي شخص وحيد، وانه ما فيش اي حد معبره، ففي عنده شعور بالوحدة، شعور بالندم، شعور بالدهشة، وبيسأل نفسه 1,000,000 سؤال وبيضرب نفسه 100 جزمة وندمان، ندمان بشكل كبير على الطريقة اللي عملك بيها ومش عارف يتصرف معاك ازاي. يعني هو كان قصده يغيظك لكن في الواقع هو غاظ نفسه، يعني ده الوضع هنا. خلينا طيب ناخد لك كارت من الانجل انسرز. في هنا برج السرطان اكتر من مرة، برج الميزان والدلو، طاقات مائية وهوائية وترابية ونارية، كل الطاقات بس المائية هنا اكتر شيء. يعني هنا بيقول لك ريكفري، الشخص ده هيحاول على فكرة ان هو يرجع على حياتك مرة تانية، هيحاول ان هو يعمل ده. فبيقول لك هنا بقى it's up to you، القرار يرجع لك اذا كنت تديله الفرصة ولا لا، لكن هو هيحاول العودة لحياتك مجددا ان ما كانش حاول ده بالفعل، يعني لان انا بشوفه انه ندمان عليك اشد الندم. طب خلينا كده ناخد لك كارت النصيحة تعمل معاه ايه. هو هنا برضو نفس الكارت اللي طلع لنا، انه القرار رجع لك،
شوف انت ادرس الامور وقيمها وشوف انه الانسب ليك يعني، فانت صاحب هذا القرار يعني، فكر وخد وقتك في التفكير وما تستعجلش. لو عجبتكم القراءة دي وحابين تكملوها بقراءة خاصة، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف، ابعتوا على الواتساب. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.